أخبار الخامسة والربع من صوت لبنان مع تحيات ألسي كفوري خميس ريتا أسعد والمخرج سيموم صور. نبدأ النشرة بالعناوين. مسار جديد للموازنة في لجنة المال وتريث في الدعوة إلى الاجتماع. عون يأمل في إقرارها سريعاً وبري يؤكد أن المجلس النيابي سيمارس دوره كاملاً. بحق لهم للنواب أن يثيروا كل القضايا والإشكاليات والموضوعات التي من الممكن مناقشتها خلال هذه الجلسات. اعتكاف القضاة مستمر وإضراب الجامعة اللبنانية يستنزف الطلاب. طهران تؤكد أن المحادثات مع واشنطن ممكنة بشرط. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبيله بكرة، بس مش أحسن إذا هو خبى لبكرة؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لتقاعدك بالمستقبل. مسار جديد ستسلكه الموازنة في لجنة المال النيابية التي ستخضع المشروع للتشريح قبل إحالته على الهيئة العامة لإقراره، حيث المنازلات الحزبية والسياسية. رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان يتريث حتى الساعة في الدعوة إلى اجتماع الاثنين بانتظار وصول فذلكة الموازنة لتوزيعها على النواب قبل 48 ساعة من موعد الجلسة، وعليه قد تتأخر انطلاقة دراسة المشروع إلى ما بعد عيد الفطر. أما الشارع فلا يزال مستنفراً لمواجهة إجراءات الموازنة التقشفية، وفيما يستمر اعتكاف القضاة يواصل أساتذة الجامعة اللبنانية إضرابهم رفضاً للمس بالتقديمات الاجتماعية وإلغاء صندوق التعاضد وللمطالبة بمنح الحقوق في ملف التفرغ والملاك والدرجات الثلاث، ما يضع العام الدراسي الجامعي في مصير مجهول. وقد انتقلت التحركات اليوم إلى الطلاب الذين اعتصموا محملين الدولة مسؤولية ضياع عامهم الدراسي. ملف الموازنة حضر في لقاء الأربعاء النيابي في عين التيني، حيث أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مجلس النواب سيقوم بواجباته في درس الموازنة، وأشار إلى أن النقاش مفتوح وسيأخذ مداه في لجنة المال والموازنة ثم الهيئة العامة، لافتا إلى إمكانية عقد جلسة للجنة المال يوم الاثنين المقبل. وأوضح النائب علي بزي أن الرئيس بري تبلغ من رئيس ديوان المحاسبة أن الديوان سينتهي في خلال أسبوع من قطع حساب العام 2017. مع دخول إضراب أساتذات الجامعة اللبنانية شهره الثاني، نفذ طلاب الجامعة اعتصاماً في مجمع الرئيس رفيق الحريري في الحدث لمطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه ملف الجامعة في وقت. إذن نعتذر عن هذا الخطأ ونعود لنستمع إلى كلام النائب علي بزي نقلاً عن الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي. ذكر دولة الرئيس نبي بري أن بروتوكول عمل المجلس النيابي في مناقشته للموازنة يأخذ في عين الاعتبار، وكأن الحكومة لم تدرس الموازنة. يعني بحق لهم للنواب أن يثيروا كل القضايا والإشكاليات والموضوعات التي من الممكن مناقشتها خلال هذه الجلسات، وهم غير ملتزمون على الإطلاق بما هو وارد في الموازنة من الأساس. يمكن يكونوا ملتزمين أو مش ملتزمين، فعملية النقاش مفتوحة أمام الزملاء النواب للتعبير عن وجهة نظرهم في هذا الإطار، ولديهم أيضا الوقت الكافي.
ترسيم الحدود حضر أيضا في لقاء الأربعاء، حيث شدد الرئيس بري على أن الموضوع ليس ترسيم الحدود بل تثبيت الترسيم، والورقة اللبنانية الموحدة شكلت الضمانة في هذه العملية، مشددا على أن الموقف اللبناني الرسمي يعارض تحديد مدة المفاوضات ويتعامل بكل دقة وانتباه مع هذه المسألة. وفي السياق، نقل زوار عين التيني عن الرئيس بري قوله إن ما حققته وساطة ساترفيلد مجرد إيجابيات لا تغني من جوع، فالرجل حتى الآن لا يزال في موضع التساؤل والافتراض. أما الحديث عن شكل الوفد اللبناني المفترض لإجراء المفاوضات فمبكر جدا، وقبل هذا وذاك على إسرائيل التجاوب أو الاعتراف بالطرح اللبناني أو الآلية التي تتضمن نقاطا عدة أو شروطا، والأساس النقطة باء المعروفة برأس النقورة والتي يعيد الترسيم على أساسها ما تحتله إسرائيل وتدعي ملكيتها له برا وبحرا، إضافة إلى أن لبنان يشترط أيضا ألا تتعدى المحادثات التي ستجري برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية إطارها لتتحول فيما بعد إلى عملية تفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل. رئيس الجمهورية ميشيل عون أمل إقرار الموازنة في مجلس النواب في أسرع وقت، وأشار أمام زواره إلى أن إقرار مشروع موازنة العام 2019 ترك ارتياحا في الأسواق المالية، ورأى أن تطبيق الإجراءات والتدابير المنصوص عنها في الموازنة الجديدة من شأنه خفض العجز والتأسيس لموازنة العام 2020. وأكد الرئيس عون أنه سيكون للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز بداية العام المقبل الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني. والموازنة والتطورات في المنطقة وحماية حدود لبنان محور الاجتماع الذي عقده رئيس الكتائب النائب سامي الجميل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش. ومع سلوك الموازنة طريقها إلى مجلس النواب تستمر الاعتصامات والإضرابات. القضاة لم يتوصلوا إلى اتخاذ أي قرار بخصوص تعليق الاعتكاف، وبالتالي فهو مستمر في ظل عدم صدور أي بوادر إيجابية من السلطتين التشريعية والتنفيذية تجاه مطالبهم. وفي مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث، نفذ الطلاب اعتصاما مطالبين الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه ملف الجامعة. التفاصيل مع ميشيل الصيفي. مع دخول إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية شهره الثاني، نفذ طلاب الجامعة اعتصاما في مجمع الرئيس رفيق الحريري في الحدث لمطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه ملف الجامعة في وقت بات العام الدراسي مهددا. رئيس الجامعة البروفيسور فؤاد أيوب الذي انضم إلى الاعتصام كرر دعوته للأساتذة بالعودة عن الإضراب المفتوح لمصلحة الجميع، نفياً الإشاعات التي طالت الجامعة عن زيادة الرسوم على التسجيل أو استيفاء رسوم على دخول السيارات إلى المجمعات. اليوم وقت اللي عم ندعي لفك الإضراب المفتوح، ما بيعني هذا الأمر عم نطلب من الرابطة ومن أساتذة الجامعة اللبنانية ما عاد يقدروا، إنما لا، المطلوب أمر آخر، هو أنه نرجع لصفوفنا ويرجعوا طلابنا لمقاعد الدراسة ونكثف الدروس بطريقة لائقة، ووقت اللي نستشعر أنه في خطر حقيقي، أنا باعتقادي الأساتذة والطلاب نحن كلنا شركاء ومننزل كليتنا مع بعض على الساحات ومنمليها. حاملين يافطاتهم وعلى وقع الهتافات، كان للطلاب كلمات شددوا فيها على حقهم في أن يكونوا طلاب علم ولا طلاب يطالبون بالعلم. يوصلون أضرابهم وتعطيلهم للجامعة تحت ذريعة عدد المساس ببعض المخصصات، ونحن كطلاب نؤيد مطالبهم ولكن ليس على حسابنا. رئيس دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب وشباب حزب الكتائب رالف مراد تحدث عن اجتماعات المنظمات الشبابية التي تحصل لتنسيق المواقف واتخاذ القرارات. حصل عدة اجتماعات تنسيقية بين بعض، وحتى صار في اجتماع مع وزير التربية، وصار في اجتماع مع رئيس الجامعة، لكن للأسف في شوي تباين بتحديد المسؤولية. في البعض عم بيجرب يقسم بين أنه الطلاب جبهة
والأساتذة جبهة ويكون المشكل واقع بين هذا الطرفين فقط. إذا بده ينحل مشكل الجامعة اللبنانية اللي هو عمره أكثر من 10 سنين إضرابات ومطالب للأساتذة وللطلاب، لأن كمان الطلاب عندهم مطالب محققة، اليوم لازم يتصوب المشكل صوب الطرف الثالث يلي هو عن جد مسؤول وعم بيتبع سياسة النعامة يلي هي دولة أو الحكومة بتعطيها سيء بهذا الملف، يلي عطول عنا نص حل، عطول عنا تأجيل للمشكل. على أي حال إنها ليست المرة الأولى التي تضع فيها الدولة الأساتذة في وجه الطلاب، وما من حل قريب يلوح في الأفق. من الجامعة اللبنانية في الحدث، ميشيل الصيفي، صوت لبنان. رئيس الكتائب النائب سامي الجميل، وفي خلال لقائه مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، قدم رؤية الكتائب للإصلاحات التي كان على الموازنة أن تعتمدها لتلافي مزيد من التضخم والركود الاقتصادي من دون المساس بجيوب الفقراء ومحدودي الدخل. أكد نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ أن لا حوار سياسيا على خط الصيف والضاحية، لأن حزب الله ليس جاهزا بعد. وأوضح أن زيارة رئيس الكتائب النائب سامي الجميل إلى العلامة السيد علي فضل الله لها بعد قيمي وروحي، وتتجاوز إشكالية وظيفة سلاح المقاومة إلى الانفتاح على الآخر المختلف والتعامل معه ببعد يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة. وقال الصايغ: عندما نتحدث عن سلاح حزب الله الذي يجب أن ينزع، لا نستهدف الشيعة، ونحن لا نرضى أن يحل بحزب الله محل بغيره من القوى المسيحية في مراحل سابقة، لكننا نريد للشباب الشيعة أن ينخرطوا في المنظومة المدنية للدولة والمجتمع، وهذا يستدعي حوارا عميقا والانطلاق في نزع السلاح ودمج هذه القوى في المجتمع، ولذلك يجب بناء جسور مع القوى الحاضنة للشيعة في لبنان. في مجال آخر، نبه الصايغ إلى أن احتمال رفض المجلس الدستوري للطعن المقدم بقانون الكهرباء لا يعد ضربة للمعارضة بل للمؤسسات، مؤكدا أن الطعن محبوك بشكل جيد والمعارضة تدرس ملفاتها جيدا. هل تعود أزمة النفايات بعد الفاصل؟ كن الأول في معرفة ما يجري عبر تويتر صوت لبنان. الخبر السريع عبر صوت لبنان من خلال تويتر عبر الأجهزة الذكية. داونلود تويتر أبليكيشن ثم فولو صوت لبنان وضع نوتيفيكيشن أون. صوت لبنان أول من يعلم، وعبر تويتر كمان. Follow us on Twitter. تويتر @صوت لبنان. فساد مرفأ بيروت مجدداً، ممارسات شاذة عن القانون وشبكات تزوير، فأين المليارات؟ ماذا عن اللجنة المؤقتة التي لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية؟ وهل عاد الحديث في الكواليس عن توسعته؟ نقطع السطر يفتح الملف مع منسق المرصد اللبناني للفساد شارل سيبا، ومداخلات للنائب جهاد الصمد ونقيب المخلصين الجمركيين جورج صادر ومعنيين. الخميس بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطة عصر. نقابة الأطباء تستعد للمعركة الانتخابية يوم الأحد في 9 حزيران، وتفاصيل لترازا الخوري. سددت 8600 طبيب الاشتراكات السنوية للأطباء المسجلين في نقابة الأطباء في بيروت ليتمكن هؤلاء من المشاركة في انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة في 9 حزيران المقبل. وفيما لم تحسم أسماء أي من المرشحين بعد، يبدو أن الاستحقاق الانتخابي في نقابة الأطباء هذا العام لن يكون كالأعوام السابقة، فهذه النقابة شهدت تحركات احتجاجية منذ نحو 4 أشهر للمطالبة
طالب برفع الراتب التقاعدي للطبيب وإقرار الضمان بعد نهاية خدمته وإغلاق مزاريب الهدر والفساد. وعلى مر الأشهر الأربعة الماضية نظم الأطباء المنضوون في الحراك وقفات احتجاجية تزامنا مع انعقاد جلسات لمجلس النقابة تمكنوا من تعطيلها، ما أدى إلى انقسام داخل الجسم النقابي. لذا ستشكل هذه الانتخابات محطة فاصلة في تاريخ النقابة التي تحاول استعادة الثقة. كيف يصف لنا المرشح الكتائبي لمركز نقيب الأطباء الدكتور برنار جرباقة المعركة الانتخابية؟ حاليا إذا رايحين نحن على مواجهة مباشرة بين الأطباء، رح يكفي هالتدهور من خلال انشقاق عمودي بين الأطباء، والانشقاق عنده أبعاد سياسية أو طائفية أو طبقية أو مناطقية، مش مهم، بس الانشقاق وارد وهالانشقاق موجود وهالانشقاق خطير. وفي كمان تفتت أفقي لصلاحيات الطبيب، لحقوق الطبيب، لاستمرارية الطبيب، للحقوق المالية والإدارية والمهنية. يعني من عدة نواحي عم نشوف أنه في أزمة حاليا بنقابة الأطباء، وهالأزمة هذه لازم تنحل، وبس تنحل بيتحسن وضع الطبيب وحقوقه واستمراريته، بيتحسن حقوق المريض ونوعية الخدمات الطبية. وسينتخب الأطباء 8 أعضاء لعضوية المجلس الذي يضم 16 عضوا، وهناك أكثر من 22 مرشحا. أما اللوائح فهي غير مكتملة لغاية اليوم. ويؤكد رئيس لائحة عنا الحل برنار جرباقة أيضا ضرورة القيام بخطوات إصلاحية داخل النقابة. ما لازم نكون معنا استقلالية، لازم النقابة تكون مستقلة وتلعب دورة الكامل. في 10,000 طبيب، منهم 8,600 أو 8,700 مسددة السنة. في مجلس في 16 طبيب منتخب لهم أثر والقيمة. في إدارة طويلة عريضة. ما بيصير إنه كل اجتماع يحضروا قوى الأمن الداخلي. هذا شيء مقلق، هذا شيء مش مضحك، لأنه المواطن يلي عم بيشوف هالشيء كيف بده يبني ثقة بالطبيب يلي عم بيحضروا على التلفزيون بكل النزاعات الإعلامية والقضائية والإجرائية والنزاعات الداخلية الموجودة هلا بالنهار. النقابة في انتخاباتها بين سندانين، فإما أن ترزح تحت مجهر الساسة وإما أن تقفل المزاريب، والجواب في 9 حزيران المقبل. تراز الخوري، صوت لبنان. بيئيا، توقعات بعودة أزمة النفايات في ظل غياب الحلول الجذرية. مجد العيد. دوامة مطامر النفايات إلى الواجهة في ظل الحلول المعتمدة وعجز السلطة في معالجة هذا الملف، موضوع المؤتمر الصحفي المشترك لجمعية جرين جلوب ومحامون متحدون ضد الفساد، خلص إلى التنبيه من أن الأزمة راجعة، والتلوث الذي يصل إلى البحر أكيد بعد المقترحات في ضوء معاينة الكوستا برافا ومعامل كارنتينا العمروسية والكورال. رئيس جمعية جرين جلوب سامير سكاف أكد رفض توسعة المطامر. من أكبر كوارث الكوستا برافا هي الغاز يلي عم يطلع ويلي عم ينحرق. الخطورة يلي طالعة على الغاز هي بتشكل خطر على الطيران المدني. نحن بحاجة إلى أنه نستخرج هذا الغاز ونقدر نستعمله، مش مثل ما عم بيصير هلأ. نقيب الغطاسين محمد السارجي كشف عما تم التوصل إليه نتيجة معاينة البحر في الكوستا برافا. عم نشوف نحن تدفق لغاز الميثين من تحت الماء تطلع على سطح الماء. كذلك الأمر عم نشوف شيء بنسميه الحصائر الميكروبية، ميكروبيا الماس، هي نوع من البكتيريا اللي منتشر بقاع البحر. كمان الشيء اللافت إنه هيدي منتشرة على طول السنسول، مش إنه رايحة بالعرض من الشرق. الدكتور رامي علاي حمل باسم محامون متحدون المسؤولية للحكومة ولوزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار. نحن عم نعمل جهود بين حل يقوم على الفعالية في معالجة النفايات منعاً لتوسيع دائرة المطامر والحد من امتلاءها لتخدم أكثر كحل واقعي، مقابل حلول السلطة السياسية اللي هي توسعة المطامر. المجتمعون اعتبروا أن نهر الغدير ملوث أساسي، وكشفوا أن النتيجة الأولية لعينة من الكوستا برافا أظهرت وجود تلوث بنسبة أكثر من 1,000,000 ضعف من المستوى المسموح به. مجدلين عيد، صوت لبنان. وفي الشمال، طرابلس تعبق بروائح النفايات والمواطنون ناقمون ويطالبون بإيجاد الحلول. روعة الرفاعي. مع ارتفاع درجات الحرارة
عادت الروائح الكريهة المنبعثة من جبل النفايات ومعمل الفرز لتفوح في أرجاء مدينة طرابلس. وتفاصيل القضية تشير إلى أن الحكومة السابقة خصصت مبلغ 43 مليون دولار في سبيل إغلاق جبل النفايات، ما حصل أن وزارة المال في الحكومة الحالية لم تفرج عن الأموال المرصودة، ليبقى جبل النفايات بلا معالجة ومعمل الفرز يستقبل ما يزيد على 600 طن من النفايات يوميا، في الوقت الذي كان يستقبل 450 طنا في السابق. وهنا فإن مصادر مطلعة تفيد بأن سبب الزيادة يعود للنفايات القادمة بطريقة غير شرعية من بعض الأقضية الشمالية بعد تراكمها بسبب إقفال مكب عدوى، وهذا ما ينفيه رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد أمر الدين وشركة لافاجات. ويشير مصدر مسؤول في شركة لافاجات إلى أنه وخلال شهر رمضان فإن كمية النفايات تزداد، وهذا أمر طبيعي. رئيس لجنة العمل الإداري في بلدية طرابلس المهندس الدكتور باسم بخاش يقول: جبل الزبال القديم اللي ارتفاع 45 متر هيدا ما عم ينكب فيه، صار عنا جبل جديد أو مطمر صحي جديد ردموا بالبحر جزء من البحر وعم ينكب نفاياتنا من شهور بهالمطمر هيدا، قد يكون ريحة الزبالة اللي عم تطلع بالمدينة منه هو السبب، وممكن يكون السبب الثاني يكون من معمل الفرز، لأنه معمل الفرز كمان عم يفرز بشكل بايخ وبصراحة ما إله معنى. من جهتها مديرة معمل الفرز رانيا بو مصلح نفت أن يكون لمعمل الفرز أي علاقة بالروائح المنتشرة في أجواء مدينة طرابلس. أهلا وسهلا، مين ما بده ينزل على المعمل، لأنه المعمل ما فيه زبالة آخر النهار ضل يطلع ريحة، بتفوت زبالة لعنا مفرزها، في مواد عاد تدويرها من بيعها، والمواد الباقية دغري كلها بتروح على المعمل وبتنظف المعمل وبطل فيه زبالة. يعني هالمرة الحمد لله المشاكل اللي عم تطلع نحن ما قلنا فيها لا من قريب ولا من بعيد، بس تعرفي بيحبوا يلحقونا طراطيش. ناقوس الخطر قرعه النائب كبارة كأنذار قبل وقوع كارثة بيئية، فهل يجد أذانا صاغية لدى الدولة الملهية بالعديد من الأخطار المحدقة بها؟ من طرابلس روعة رفاعي، صوت لبنان. بعد مرور 20 يوماً على تعليقهم الأضراب، ناشد موظفو مستشفى صيدا الحكومي وزير الصحة الالتزام بوعوده من أجل ضبط كل ممارسات الفساد داخل المستشفى ومنع أي تصرف كيدي ضد الموظفين. البيان تلاه رئيس لجنة شؤون الموظفين في المستشفى خليل كاعين. أننا نطالب وزارة الصحة 1- الفرض على الإدارة بإلزامية سحب الدعوى الكيدية والمستهجنة المقدمة ضد الموظفين أمام القضاء. 2- تحويل المستحقات المالية لتسديد رواتب الموظفين المتأخرة قبل عيد الفطر. 3- عدم محاولة المساس، ونعيد ونكرر، عدم محاولة المساس بسلسلة الرضا بالرواتب أو محاولة تعليقها خلافاً للقوانين. في عملية أمنية دقيقة ضبطت الجمارك 4 شاحنات محملة ببضائع كانت مهربة ومخبأة تحت أكياس من النخيل حتى يصعب التنبه لها أو الشك بها، وعبرت الشاحنات الحدود السورية اللبنانية وصولا إلى منطقة صوفر حمينة. كوشنر في الأردن وبولتن في أبوظبي بعد الفاصل. مسافرينا الكرام، منرحب فيكن على متن الخطوط الملكية المغربية ومنعلنكن عن بدء تخفيضاتنا الكبيرة على تذكركن. حجزوا راوند تريب على البرازيل قبل 14 حزيران ابتداء من 790 دولار بس. المقاعد محدودة والعرض خاضع لشروط الخطوط الملكية المغربية. تصلوا فينا اليوم أو بوكالة سفركن. الخطوط الملكية المغربية أجنحة المغرب. أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وبحث معه الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأبلغ الملك الأردني كوشنير بأن حل دولتين هو أساس السلام الدائم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأكد أن تحقيق السلام غير ممكن دون إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وفي أبو ظبي بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد علاقات التعاون بين البلدين والجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون السياسية عباس عرقجي أن طهران تنتظر رداً من دول الخليج على اقتراح إبرام معاهدة عدم الاعتداء، مشيراً إلى أن الحرب ستكون كارثية على الجميع في المنطقة. وقال إن بعض الأشخاص يدفع واشنطن باتجاه الحرب مع إيران لأهداف خاصة، مضيفاً إن إيران لا تخطط للتفاوض مع واشنطن بشكل مباشر أو غير مباشر ولا تفاوض تحت الضغط حسب تعبيره. واليوم نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي التي رجح فيها استخدام ألغام بحرية إيرانية في الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وقال إن صبر إيران الاستراتيجي ويقظتها وبراعتها الدفاعية سيحبط المؤامرات الخبيثة التي حاكها بولتون وغيره من دعاة الحرب بحسب تعبير الموسوي. الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أن طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوح في حال التزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي، وأضاف في جلسة لمجلس الوزراء الإيراني الطريق أمام الولايات المتحدة سيكون سالكا في حال رفعت العقوبات، وأكد روحاني أن صفقة القرن ستكون هزيمة القرن لداعميها. لفت نائب وزير الخارجية التركي إلى عدم قبول بلاده الانتقادات غير العادلة وغير المتناسبة الواردة في تقرير الاتحاد الأوروبي حول تركيا، وكان الاتحاد قد تحدث عن تراجع واضح في النظام القضائي التركي، مشيرا إلى ضغوط سياسية تمارس على القضاة وأعضاء النيابة في تركيا وقد أثرت سلبا على استقلال القضاء. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن عمليات تسليم منظومات S-400 إلى تركيا ستتم قبل الموعد المخطط لها بناء على طلب الجانب التركي. يأتي ذلك فيما تبحث واشنطن جديا تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات F-35 ردا على تمسك تركيا بإتمام صفقة الصواريخ الروسية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا مشمسا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ولا سيما على الساحل. كان في النشرة مسار جديد للموازنة في لجنة المال وتريث في الدعوة إلى الاجتماع. عون يأمل في إقرارها سريعا وبري يؤكد أن المجلس النيابي سيمارس دوره كاملا. بحق لهم للنواب أن يثيروا كل القضايا والإشكاليات والموضوعات التي من الممكن مناقشتها خلال هذه الجلسات. اعتكاف القضاة مستمر وإضراب الجامعة اللبنانية يستنزف طلاب. طهران تؤكد أن المحادثات مع واشنطن ممكنة بشرط. وبهذا نصل إلى ختام نشرة أخبار الخامسة والربع بعد نشر البرنامج السياسي منشط المساء وضيف الليلة المحامي لوسيان عون.